اللي ذاكر ذاكر، هو لسه يعني هنذاكر دلوقتي، اللي جاهز وذاكر ومحضر للانتخابات محضر للانتخابات من بدري، لان الموضوع مش قضيه قوائم وخلافات، قضيه وجود في الشارع. سريعا كده عشان ضيوفنا ما انتظروش كثيرا، هنكلمكم في مائده الحوار على التحالفات الى اين وصلت، كيف انهارت، لم يعد الحريه والعداله ما فضلش معاها غير 7 احزاب، الكتله ما فضلش معاها غير 3 احزاب، يبقى اذا فكره التحالفات لم تعد تقريبا موجوده. لكن من الواضح مثلا ان اسكندريه هيكون هتكون منافسه اسلاميه، يعني ما بين الحريه والعداله وبين حزب النور السلفي وبين احزاب سلفيه اخرى، فبالتالي اسكندريه هنشوف فيها تنافس اسلامي، هنشوف كثير في من القوائم ومن الفردي قوائم الحريه والعداله امام قوائم الوفد، هل هيكون في بقى ايه توسيع لبعض، هنوسع لبعض ولا لا، لسه مش واضح، لان القوائم واضح ان فيها تنافس كبير جدا، ومن الواضح ان الحريه والعداله والوفد هيقابلوا بعض في كثير من الدوائر. تعالوا نشوف ايضا على المستوى الفردي ومستوى القوائم بعض الاسماء، يعني مثلا الناشط الحقوقي ناصر امين عضو مجلس حقوق الانسان هينزل في حلوان امام مصطفى بكري رئيس تحرير جريده الاسبوع في حلوان والمعادي على المقعد الفردي. في دمياط مثلا الاخوان هيواجهوا الوفد، فهنلاقي مثلا قائمة الوفد برئاسة سامي أو بتقدم سامي البلح هتقف أمام هتنافس قائمة الإخوان بقيادة صابر عبد الصادق عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان، وأنا بتكلم طبعا الإخوان بقول الحرية والعدالة. مصطفى النجار رئيس حزب العدل ومؤسسه هيواجه على المقعد الفردي في مدينة نصر فتحي شعبان الصيفي مؤسس ائتلاف روكسي، ائتلاف روكسي هيقف أمام الثورة حزب العدل. في القاهرة دكتور وحيد عبد المجيد هيكون على رأس قائمة للتحالف في الدائرة الثانية في مواجهة قائمة الوفد على رأسها محمد المالكي وقائمة النور على رأسها عادل عفيفي. في الجيزة قائمة التحالف الحرية والعدالة هيتقدمها دكتور عصام العريان فيما يواجهه قائمة الكتلة المصرية اللي يتصدرها أيمن أبو العلا وقائمة الوفد اللي بيترأسها اللواء عبد الوهاب خليل. طبعا يعني دي من المصادفات ربما أن اللواء عبد الوهاب خليل كان مدير أمن الجيزة السابق وكان مساعد مدير أمن الجيزة السابق وكان موجود في الأحداث الدامية في الوفد في إبريل 2006، يعني ده مصادفة إن هو دلوقتي على قائمة الوفد، مجرد مصادفة. في الدائرة دائرة الساحل دكتور عماد جاد عن المصري الاجتماعي الديمقراطي هيواجه قائمة الدكتور القائمة التي يترأسها الدكتور محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة، ودي هتبقى منافسة جامدة. دكتور البلتاجي أيضا له طبعا قاعدة شعبية كبيرة، والدكتور عماد جاد هو رجل سياسة والحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي حزب شاب، لكن دكتور عماد جاد أيضا له صوت سياسي واعي. في الصعيد المعركة غالبا هتكون معركة عصبيات وأسر وعائلات زي ما هي طول عمرها دائما، وهنا هيظهر الخارجين من رحم الحزب الوطني وخارجة من رحم الحزب الوطني السابق في مواجهة بقى أحزاب زي الوفد والتجمع وغيره، لكن هيكون إذا كان هناك تواجد للحزب الوطني السابق فهيكون موجود في عائلات الصعيد وتواجدهم في عائلات الصعيد أو من كانوا مستقلين كانوا بينزلوا على القوائم أو بينزلوا على المقاعد مستقلين لا ينتموا إلى شيء إلى أي من الأحزاب وبعدين ينضموا للحزب الوطني بعد ده. حتى الآن لدينا 5404 مرشح على المقاعد الفردية لمجلس الشعب، وبالنسبة للقوائم لدينا 228 قائمة على مجلس الشعب، على الشورى المقاعد الفردية 1352 مرشح فردي على الشورى، والشورى عليها 102 قوائم، لدينا أزمة في مقاعد الشورى.